لنعمل دجاج مشوي بصلصة الأناناس والصويا، إحنا بحاجة للدجاج لمعلقتين كبار من الزيت النباتي، 8 صدور من الدجاج، فلفل أسود، بودرة الثوم، وفلفل أحمر حر بودرة. أما للصلصة إحنا بحاجة لنص كوب من الصويا صوص، معلب أناناس كامل مع العصير، ومعلقتين كبار من الزيت، ربع كوب عسل، كمان ربع كوب خل، 4 حبات تومة مهروسة، وبضع حبات من كبش القرنفل المسمار، وبصل أخضر للتزيين، لوز محمص للتزيين، وأرز تايجر للتقديم. بالضبط، بودرة الثوم والفلفل الأحمر مع بعض روان، بس رشهم على الدجاج بهاي الطريقة، ومنحاول طبعاً على الشقتين نتبل. طبعاً طبعاً أنا حاطة صدورة، بس إذا بتحبوا تعملوه بالدجاج يكون كامل مع العظم أكيد بصير. هيك صار الدجاج عندنا جاهز. زي ما قلت لكم ما حطينا ملح لأنه الصوص رح يكون فيها ملح، ولأنه ما بدي إياه ينزل مي. نقدر نرش الملح عادة بمرحلة يعني زي ما بقولوا متقدمة، نعم، إنه بعد ما تحطي ويبدأ يأخذ لون بعدين تقدر ترشي عليه الملح. هلأ رح نحط شوية زيت نباتي ديما حتى بالستيك حتى بكل يعني أي أنا بفضل اللحوم والدجاج إنه ما ينحط. هلأ في كتير، شوفي المطبخ كتير بيطلعوا مرات دراسات وبرجعوا بيكذبوها وبرجعوا بيغيروها وبرجعوا يعني إحنا تعودنا إنه اللحمة خصوصاً الستيك كمان ما بصير ينرش عليها ملح. أوكي. لأنه برضو بتنزل مي وبتنزل كل العصارة اللي من اللحمة اللي إحنا بدنا إياها. بس برضو مرات جربنا نحط عليها ملح بيمشي الحال. يعني إنه مش كتير، إنه ما في إشي اسمه يعني ما في شرطة للمطبخ. لا في شرطة المطبخ. نعمل بريحنا بالآخر. أوكي. أوكي. هلأ الزيت صار وضعه منيح. دائما متأكد إنه الزيت حامي قبل ما ننزل قطع الدجاج. خليني بس أطول الشوكة. أوكي. وهي ملقط كمان أفضل. رح ننزل أول قطعة من الدجاج. أوكي. شايفين هذا الصوت؟ هذا أهم صوت، هذا بتضمنه إنه هيك الدجاج ما بينزل مي. لازم تش هاي بالضبط تطلع. لازم التش معنا. التش معنا. متسليين فوق بالجاليري الجماعة. أنا هيك حاسة. متسليين علي فوق. خلينا نسكت نسمع بعدين أنا وياك. راما بدي أنزلك عندي أنتِ. صفينا مهاراتك بالمطبخ. أنا هيك رأيي. والله أنا اشتقت لكم كثير. وبدنا ننتقل لنعمل الصوص. خلينا نشيله عن النار. أوكي. بنحط هذا. طيب بذكركم دائما كمان تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وعلى انستغرام، احنا موجودين دائما، وكل المقادير كل الوصفات حتى الفيديوهات بتلاقوها دائما على صفحتنا على فيسبوك وعلى انستغرام. اوكي. هلا روان بالنسبه للصوص اللي بدنا نعمله، انا جبت معلب اناناس، اخذت منه قطع الاناناس وقسمتهم، والعصير بدنا العصير. بدنا العصير طبعا، بدنا نخلطه هلا مع الصويا. يامي. إذا حطينا عصير الأناناس والصويا صوص، وبدنا ننزل تقريبا ربع كوب من العسل. هاي الميوزك محسسني لازم أطبخ بسرعة. أنا هيك رأيي. استعجلي استعجلي دي ورانا حد جاي يتغدى عنا. عن جد إنه يلا بسرعة خلص يعني. فمنحركهم هيك شوي مع بعض. وطبعا في عنا كمية من الثوم. نحط تقريبا 4 حبات من الثوم. هي واحدة. يعني قولي بتقدروا تحطوا قد ما بدكم، بتحبوا 3 بتحبوا 4 اكيد برجع. ديما انا مثلا بالثوم باخذ راحتي كثير بحط بالاكل. انا بحب الثوم. بحط بحط. فيش شيء اسمه في عندي وصفه فيها 40 سم ثوم انا. ففي يا عيني اعطيني اياها. انا هيك بحط. فانا لا انا من الناس اللي بحب طعمه الثوم بس أنا. بس يعني برضه بحدود يعني. لا بحطه مش 40 لكل شيء بس. بس في اكله اسمها هي دجاج مشوي مع 40 حبه ثوم يعني هيك. هي معروفه اجنبيا يعني. زي اكنه دجاج وثوم. يس بس بيعطي نكهه كثير. لا يعني وقديه مفيد طبعاً. يعني انه لما تحطي بتحسي حالك عم تعملي شيء منيح لعيلتك، انت عم تعطيهم ادويه هيك. عرفتي بالضبط. اوكي هلا هاي المقادير كلها بدنا نحطها على الدجاج ونحط معاها الاناناس. اوكي. انا بما اني جديده على المطبخ قد ايه عندنا قبل الفاصل الاول لسه صح؟ يعني بدنا هيك 3 دقائق 4 دقائق. ممتاز دقائق. اوكي هلا بدنا ندير هاي الصوص على الدجاج.
وطبعا رح يقولوا لي نحط مي، لا ما تحطوا مي، ما بنضيف ابدا سوائل لانه اوريدي الصويا، وكمان الدجاج رح يكمل سوا وينزل سوائل. والاناناس اصلا يعني، وبنوزع قطع الاناناس كمان. وزي ما قلت لكم لانه كل شيء فيه مستوي فما حياخذ وقت، هلا بندخله تقريبا نص ساعه مغطى بورق القصدير وبعدين بنكشفه نص ساعه حتى يتحمر.